بعد 4 أسابيع من عمليات القتال والنزوح في منطقة تيغراي شمال إثيوبيا، اتفاق بين الحكومة المركزية والأمم المتحدة لمنح ممراً إنسانياً بدون قيود لإدخال المساعدات إلى العائلات العالقة في منطقة النزاع، والتي يقدر عددهم بنحو 6 ملايين شخص. وبحسب الاتفاق، سمحت أديس أبابا بدخول المساعدات بشكل آمن ودائم من منطقتي حمرة وعفر. ومنذ بدء المعارك قبل قرابة الشهر، نزح بحسب الأمم المتحدة أكثر من 45,000 شخص إلى السودان. ميدانياً، أعلن الجيش الأثيوبي عن تسليم أحد قيادات قوات تيغراي نفسه للجيش بعد المعارك في المنطقة. وبحسب البيان الرسمي، فإن القيادية التي سلمت نفسها هي كيرا إبراهيم، واحدة من أبرز 9 قادة في تيغراي. وفي أديس أبابا، أعلنت السلطات المحلية عن انفجار مسيطر عليه لم يتسبب بأي أضرار، كان الهدف منه استهداف المناطق الحيوية في العاصمة. ويذكر أن واشنطن والأمم المتحدة حثا طرفي النزاع على وقف التصعيد واللجوء إلى الحوار.